العام 18 رح يشهد طفرة غير عادية في مجال التطوير وفي مجال النشر وفي مجال توفير شبكة أمان للمنظومة الرياضية الوطنية الفلسطينية اللي أصبح لديها حضور وأصبحت الرياضة أحد أهم المنابر النضالية وأحد أبرز سمات هويتنا الوطنية. إن كان في مسألة تكريس المأسسة الحفاظ على الرياضة كعنصر وحدي لكل الشعب الفلسطيني في الداخل وفي الخارج، الاهتمام بقطاع الناشئين ذكورا وإناثا، تشجيع إقامة أكاديميات في المحافظات الشمالية والجنوبية والساحة اللبنانية والساحة السورية، وهذه المسألة أعتقد بحاجة أيضا إلى خطة تسويقية، وهذا ما سنقوم به. هذا اللي احنا يعني اقرناه اليوم في المكتب التنفيذي، وهذا اللي راح يشكل خريطة الطريق للإدارات والفروع واللجان الدائمة والمؤقتة في عام 2018، وانا متيقن انه ما حققوا الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في قفزة نوعية. احنا في 1/1 سنة 2009 كان ترتيبنا 179، اليوم احنا 82، واحنا اليوم بنلعب بمنطق الندية والمنافسة وتحقيق الانجاز، وهذا يعني ما كان بدون في سياسة في استراتيجية في رعاية في اهتمام الاتحاد المستوى السياسي المجتمع المدني كلهم شركاء. واحنا كمان يعني قمنا اليوم عقد مع يعني وقعنا على عقد مع طاقم تدريب، هذا كمان راح يشكل إضافة نوعية للمنتخب ولقدرة المنتخب في الاحتكاك على المستوى القاري والمستوى الدولي، وراح يكون في هناك دائرة تعنى بالناشئين والمدرب المنتخب الوطني السابق خبرته بتجربته، وإنه هو نتاج للتجربة الوطنية هو اللي راح يشرف على هذا الموضوع لإعطاء زخم وقوة وقدرة. هو ابن التجربة، هو بيحكي نفس اللغة، هو بيعرف الناس، هو كمان يعني انتماءه الوطني والرياضي بأهله أن يقوم في هذه المهمة.